أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول: ومن ذلك قطعة صوف أسود يلف عليها الشعر. نعم. تقول: قطعة صوف أسود يلف عليها الشعر. إذا كان هذا من باب التزوير، وأن هذه القطعة يشتبه أنها من شعر الرأس وهي ليست منه، هذا لا يجوز، فيه تدليس وفيه تلبيس. وإذا كان القصد أنها تجمع شعر الرأس إلى خلفه وتشده بحيث يكون حجمه مثل حجم رأس آخر، كأن لها رأسين، فهذا هو الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. المرأة تصلح شعرها وتستره عن الرجال وتتجنب هذه المحدثات وهذه المستوردات. نعم.